اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم في وصفة النهاردة؟ بتتكلم عن نفسها، حواوشي بيتي تحفة. انا طبعا هنا بقطع عشان اوريكم رغيف الحواوشي من جوه، هو سخن جدا لاني لسه طالع من الفرن، مش مستحملة السخونية بتاعته بجد. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بصوا، محشي لحمة مناسبة، وكفاية ان انت عاملاه في البيت ومضمون. يلا بقى كده دوق. طبعا انا مش عايزة بس بدوق كده عشان اقول لكم ايه الطعم حلو ولا لا. وايه دي كمان؟ سلطة، سلطة المحلات بتاعت الكباب والكفتة، والسندوتش ما شاء الله جميل بتاع الحواوشي، والطحينة كمان مدياله طعم. بصوا اكلة كده زي الجاهزة بالظبط. انا هنا معايا فلفل رومي، ومعايا كمان كده قرنين ثلاثة حامي، ومعايا كمان كيلو الا ربع بصل متقشر، ومعايا كيلو من اللحمة المفرومة، ويكون فيها طبعا نسبة دهن 20%. وساعات كمان وانا بفرمها يا جماعة بخلي الجزار يحط لي حتة ليا. انا هنا مقطع الفلفل وهبتدي بقى افرمه كده مع البصل، هنفرمه ناعم في الكبة. بصوا حبايبي اتفرم معانا هو ناعم وزي الفل، شايفين؟ انا مش عايزه افرمه واخليه ميه، يعني برضو يبقى ايه متقطع حتت صغننه كده. انا هنا خلصت كميه البصل، ونزلت بيها على اللحمه. معايا بقى جوز الطيب، هبشر كده بشره حلوه محترمه، يعني حوالي مثلا ربع معلقه كده صغيره. جوز الطيب بتديله ريحه جميله جدا. وهنزل كمان بمعلقتين حلوين كده من شوربة اللحمة زي الماجي، زي مكعبات الماجي بس دي بودر. ممكن تحطي مكعبين ماجي لحمة. ونزلت كمان بشوية شطة حلوين كده، والملح طبعا حسب الرغبة، بس حاولي ما تملحهوش قوي عشان طعمه يبقى حلو. ونزلت كمان بفلفل معلقتين حلوين. هقلب بقى الخلطة دي كلها كده في بعض، اللحمة المفرومة بالبصل بتاعنا بالفلفل اللي احنا فرمناه في الكبة بالتوابل الحلوة دي، الريحة جميلة جدا. انا هنا طبعا وانا بحط التوابل زودت شوية شطة، ودي اختياري، عايزة سبايسي هكتري الشطة او قرن فلفل. انا هنا اهو خلطتها كلها مع بعضيها. دلوقتي بقى هجيب العيش. انا بجيب العيش يا جماعة من الفرن، بطلبه منه نص سوا. هنا هفتح رغيف العيش بمقص بسكينة، اي حاجة متوفرة معاكي. وايه دي رغيف العيش اهو اتفتح بكل سهولة. انا هنا فتحت كمية العيش كلها، هبتدي بقى احشي كده رغيف الحواوشي. ناخد كده حتة لحمة كده حلوة محترمة، وفي قلب الرغيف كده بالراحة، وهفرده. نحاول نفرد اللحمة في العيش كده من الجناب زي ما احنا شايفين، وادي النتيجة يا حبايبي، رغيف الحواوشي زي الفل، وصدقوني ريحته تحفة. ولا تجيبيه من بره، ولا يتقال ان هو بيتعمل بكراتين، ولا يتقال ان هو معرفش بيتحط فيه ايه، حاجة كده مضمونة يا جماعة لولادنا ولينا. ولو حسبناها فعلا رغيف حواوشي ايه ده اللي بخمسة وبعشرة جنيه. انت لو عملتيه في البيت وحسبتيها هتلاقي الرغيف معدي العشرة والخمستاشر جنيه. زي ما احنا شايفين كده الرغيف محشي ومحطوط له كمية لحمة حلوة. انا هنا هخلص الكمية بقى ايه كلها بنفس الطريقة.
على فكرة يا جماعة احنا ممكن برضو نستعمل نص كمية اللحمة دي. انا هنا الرغيف ده عملته وحطيت له جبنة ميكس، حطيت الجبنة الاول من تحت عشان الرغيف من تحت بيبقى اتقل شوية من الوش، وبعد كده حطيت اللحمة. ليه انا عملت كده؟ علشان وهو بيستوي لما بتيجي تقلبيه يستوي على الوش الجبنة بتسيح وبتلزق في الصاج وبيتبهدل الرغيف معاكي. وادي كمية كيلو اللحمة عمل لنا الرغيفة دي كلها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. هنا بقى انا في تكة بحب اعملها كده، ما بحبش ايه ان انا يعني احطها وانا بفرم اللحمة، اغلبية الوقت بحب التكة دي احسن، بتديني طعم وريحة حلوة. ليا مقطعاها ترنشات، طبعا حطاها في الفريزر جمدت شوية عشان اعرف اقطعها ترنشات كده، وباجي كده على الرغيف من على الوش وبروح حاطه ايه حلقه حلقه كده. دلوقتي انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، ودخلت زي ما احنا شايفين كده الحواوشي على الصاج، طبعا دهناه الوش زيت والصاج كبه فيه شويه زيت كده وموزعاهم. بصوا يا جماعه الجمال والحلاوه، وريحه اللي هي خطيره وريحه التتبيله، صدقوني يا جماعه يعني مش ببالغ. جربوا الطريقه بتاعتي دي واحكموا بنفسكم. انا هنا خلصت الكمية بتاعتي، طبعا دي مش الكمية كلها، انا لسه الفرن شغال. وادي بقى احلى سلطة اللي هي بتاعت الكبابجي وبتاعت المحلات الكبيرة، وكمان سلطة الطحينة. سلطة الطحينة دي بالطحينة الاصلي بقى، ولا عيش مبلول ولا الكلام الفاضي ده يا جماعة. وادي الحواوشي هنزينه كده بشوية بقدونس مفرومين، وكمان هنحط له كده ايه قرن فلفل وعود شبت. واتمنى الوصفة دي تكون عجبتكم، وعايزة بقى تشجيعكم ولايكاتكم علشان الوصفة الجميلة دي اللي تتاكل اكل. اتمنى تجربوا الوصفة وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكم، واشوفكم على الف خير.